ايه اتيكيت الثانويه العامه بقى؟ ده كان شيكابالا داخل الملعب. لكن كعاده المصريين بنحاول نوقف مع بعض ونساند بعض دايما. يقول لك وبياخد كام؟ انا باخد كام ايه؟ نراعي العيال ونراعي اهاليهم. ايه اتيكيت الثانويه العامه بقى؟ طبعا يا عمرو، اتيكيت علمي علوم حاجه، واتيكيت اداب حاجه، واتيكيت رياضه حاجه. ايه ده، انت مش عارف الكلام ده ولا ايه؟ لا والله ادينا بنتعلم اهو. اللي يعيش يا ما يشوف. لا يا عمرو طبعا، الاتيكيت في نتيجه الثانويه عامه لما نزلت البوست ده، ان نراعي العيال ونراعي اهاليهم. يعني الناس السخيفه مثلا اللي هو ايه، تتكلم في التليفون، النتيجه طلعت جاب كام؟ طب ما هو لما لو هيعوز يقول، ولو فرحان بنتيجته ولو مبسوط هيتكلم ويقول. لا انا بطمن على عفاف ابنها عملت ايه، وهل ابنها جاب اكتر من ابني ولا ما جابش اكتر من ابني. عارف بقى اللي هو ومال صوتك متغير كده يا عفاف؟ هو اسم النبي حرصه وصينه ما توفعش يعني السنه دي؟ كده بنحب نسمع الاخبار الحلوه. ايوه، وابني جاب اكتر من ابني، وعارف اللي هو واحد جاب مجموع مش قويه، طب وده هيخش ايه؟ ده انا ابني جايب ما شاء الله 99%. هو ده ان نخلي عندنا ذوق شويه، يعني مراعاه للناس. بس هو ده، وما نقعدش نسال. يعني مثلا طالب نجح فاد، ما نقعدش نسال، ولو ناجح ناجح، لو هو عايز يقول جايب كام جايب كام. بلاش نكسف الناس ونحبط العيال ونضايقهم ونضايق اهاليهم. ولو الواحد سقط، معلش بقى يا حبيبي السنه الجايه ان شاء الله. طب سيبوه في حاله. هو ده اللي انا قصدي عليه، ما نبقاش متطفلين. واحنا كمصريين متطفلين قوي. جاب كام وعمل ايه وجاب النتيجه ولا لسه ظهرت ولا ايه كده؟ بس هو ده شوية ذوق يا عمرو، والله شوية ذوق بس. وبعد كل اللي صرفتوه ده وسقط، دايما في جمل لطيفة اللي هي بتبكتها اكتر. يعني بعد كل الدروس دي، لا يعني فهو حرام للعيال ذات نفسهم. هم تعبوا وعملوا اللي عليهم وكل حاجة. ممكن كان ولد مثلا نفسه يدخل طب وجات على درجة واحدة، فهو لوحده مغموم. فانا نيجي نغمه أكتر. وبلاش يعني، وبلاش زيارة الناس يوم النتيجة يعني. ده أكيد. سواء فرحانين أو زعلانين، ومحدش يزور حتى يا عم من غير ما يتكلم في التليفون. يعني فاهم، فيش حد اللي هو ما فيش زي زمان نقوم مطبين على الناس كده. انا كنت معديه قلت اطلع اشوف المحروس جاب كام، في ايه يعني بالزبط. عيب يعني، واتغدى بالمره. واتغدى عادي بس. طب بالنسبه حضرتك بقى، يعني مش لسه لغايه دلوقتي نعمل الشربات ونزغرط ونعمل، ولا ده بره الاتيكيت؟ لا، اعملوا افرحوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ما نضايقش الجيران. مش لازم نولع ميوزك نسمع جار الجار جار يعني. والناجح يرفع ايده ايه وكده، ايه بالظبط. اعملوا اللي انتوا عايزينه وافرحوا، بس نراعي بعضينا. هو انت جبتي كام في الثانويه العامه امين؟ لا انا جبت، يعني انا عملت جي سي اي، كان حاجه كده وقتي بدل ثانويه عامه، بس جبت 88. بس انا مستواي مش 88 يا عم، انا مستواي سبعينات. بس كان في حاجه اسمها جي سي اي كده، بناخد سنه. عارف السنة طبعا. كانت سهلة قوي. أيوة اللي هم الشاطرين دول اللي يخشوا الجامعه بدري وتلاقيها صغيره. أيوة كده في الجامعه. ايوه بس انا لا كنت شاطره ولا حاجه. انا عملت جي سي اي عشان ما امتحنش عربي، عشان ما كنتش شاطره قوي فيه، وربنا سهل لي بقى كده. سنتر المراجعه النهائيه في استاد، حتى قلت للناس يا جماعه اتاكدوا ان ده حقيقي، سلطان الجيولوجيا 4000 واحد. استاد المراجعة النهائية، يعني انت عايز تقولي ان القيمة الغذائية بتاعة العلم للاربع تلاف اكتر من لو كانوا 40 في فصل؟ ده كأن شيكابالا داخل الملعب. 300 جنيه في 4000 واحد يبقى كام؟ انتوا عايزين تصرفوا على التعليم ليه؟ التنظيم العظيم ده، ده انت يا واد مدرسة. كل سنة وانتم طيبين. امتحانات الثانوية العامة والمراجعات النهائية والآخر، شفت حاجة؟ ما يعني حتى قلت للناس يا جماعة اتأكدوا إن ده حقيقي، شوفوا لنا الموضوع ده حقيقي ولا لأ. سنتر المراجعة النهائية في استاد مملوك للدولة، استاد مملوك للدولة المصرية، أهو ملك الجيولوجيا، أهو سلطان الجيولوجيا.
قاعة كابتن حسن مصطفى، استاد 4000 واحد، استاد المراجعة النهائية. حد يصدق الكلام ده يا جماعة؟ انتوا شايفين الأضواء ده كأن شيكابالا داخل الملعب. الأربع تلاف دول اتعلموا ايه؟ يعني انت عايز تقولي ان القيمة الغذائية بتاعة العلم للأربع تلاف اكتر من لو كانوا 40 في فصل وشاشات وبتاع؟ بقول لحضرتك استاد مملوك للدولة. زمان كانت السناتر دي تتعمل في سرادق، تتعمل في مش عارف مبنى مدرسة قديمة، إنما المراجعة النهائية للجيولوجيا ونجم الجيولوجيا ومزازيك. سمعنا الصوت يا ابني. الأربع تلاف دول الواحد بكام؟ قال لك الواحد بتلتمية جنيه، تلتمية جنيه في 4000 واحد يبقى كام؟ 1,200,000. مراجعة ده دي ليلة، ده توم كروز ما بياخدهاش في ليلة. أنا عايز أقترح اقتراح، بس إيه، هحط تحتيه 40 خط. الاقتراح ده ساخر لأنه أنا عارف بكرة حالة إيه، يقول لك عمرو أديب قال كده أهو، ما قايل أهو، ما هو ناقلين عنه أهو. اقتراح ساخر، زي ما بتفكروا تعملوا دعم نقدي للتموين، اعملوا دعم نقدي للتعليم. اديله الفلوس في ايده، انتوا قاعدين تصرفوا على التعليم ليه؟ انت قاعد بتصرف على التعليم ليه؟ مليارات والصندوق يجي لك يقول لك والتعليم. طب ما هو اديله في ايده وهو يروح يدفعهم في السنتر ونشغل بعض كلنا بقى. عندك الاستاد، عندك قاعات في اوتيلات، عند كلنا، والمدارس دي نبقى نهدها ونعمل، انا بهزر، ونعملها عماير كبيره او نعملها فنادق بي ان بي، بيد اند بريكفاست. ده الكلام يا جماعه؟ ده انا وايه؟ لا، التعليم بيتقدم جدا، والطالب طالب مين؟ ده تعليم؟ طالب مين؟ انا بصراحه ان وزير الرياضه هو اللي مطلع بيان ده، يعني الراجل استشعر مسؤوليه، انما البيان الحقيقي لازم يجي من وزير التربيه والتعليم. ايه ده؟ طب والراجل ده بيدفع ضرايب في النهايه يعني؟ يا جماعة ادوا الناس الفلوس في ايدها، قول له خد ادي دعم نقدي، روح اتعلم انت بقى بأي طريقة. هو انت حسابك كام في التعليم في السنة؟ 50,000 جنيه، 60,000 جنيه، اهم خد خلاص. بهزر لانه خلاص انا طهقت، كل ما اقول حاجة يقول لك الحق شفت اهو. هل انا بس عايز اسأل سؤال لان ابتديت افقد عقلي يعني، هل ان انا متضايق ان ده بيحصل ده شيء خارج يعني؟ هل ده شيء؟ وطبعا انتوا ما شفتوش حاجه غريبه جدا، اول ما دخل وحش الجيولوجيا وبتاع راحوا ايه، كلهم منورين انوار الموبايلات زي العلامه بتاعت الشهداء، ما هو عايز يعيش يعني البتاع، انه في الدقيقة 20 شهداء بتوع الزمالك، في الدقيقة حاجة و70 شهداء بتوع الاهلي. فهم عملوا كده أول ما دخل وحش الجيولوجيا ده. وبعدين إيه التنظيم العظيم ده؟ ده أنت يا واد
مدرسة، شركة أمن وكراسي وبروجيكتور وكاميرات ونور ومزيكا، ده أنت معلم ومنك نتعلم. يعني معلش هتزعله وتقوله هو ليه مزوج؟ لا كتير يعني، حاجة غريبة أهو. فكر أنا كمان أعمل حاجة زي كده بقى الواحد، الله مضيعين وقتنا هنا. يقول لك وبياخد كام؟ أنا باخد كام إيه؟ ده في معلمين، في معلمين، في اساتذه. امتحانات الثانويه العامه ومذاكره ابنائنا اتاثرت بزياده ساعات انقطاع التيار الكهربائي، لكن كعاده المصريين بنحاول نقف مع بعض ونساند بعض دايما، فظهرت مبادرات عديده في اماكن مختلفه فتحت ابوابها لطلاب الثانويه العامه لتسهيل المذاكره عليهم، منها مساجد وكنائس ونوادي وحتى المقاهي في معظم محافظات مصر، بيتوجه ليهم طلاب الثانوية للمذاكرة حال انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سكنهم. وابتدينا جولتنا من مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية هي أكبر قاعة اطلاع في العالم، بتوفر للقارئ وللطالب جو جميل مناسب للمذاكرة. أنا بفتح الأول 10 الصبح لغاية 7، وبعد كده ما بفتحش. إحنا المبادرة بقى أنا 7:30 هفتح تاني لغاية 10:30، وأيام الجمعة والسبت والأجازات والعطلات الرسمية هفتح من 5 مساء ل 10 مساء لطلبة الثانوية العامة فقط. الدخول بيكون برقم الجلوس، وبطلب من الطالب الرقم القومي مع رقم الجلوس، واهلا وسهلا. اي حد حابب ان هو يذاكر هيلاقي الهدوء وهيلاقي بجد المكتبه انا بحب اجي اذاكر فيها. من ساعه قطع النور بقى بقيت بضطر اجي من الصبح بالليل وكده، بس الدنيا بتبقى لطيفه يعني، مبقاش احس بزحمه. فكره كويسه جدا، عشان 90% مننا النور عندنا بيقطع متواصل 3 ساعات و3 ساعات تانيين، ففتره كبيره جدا احنا محتاجين النت، والاجواء برده ما بتبقاش قد كده والنور قاطع. لما عرفت ان هم فتحوا للمذاكره وكده فقلت اجي بقى. قلنا الفكرة ان يجوا الكنيسة اثناء انقطاع التيار، واحنا عندنا جنريتور ممكن نشغله، ومش مهم اي تكلفة، مهم راحة الطلبة. لما شفت الفكرة قلت احسن ان انا كده بيوفر لي وقت اكتر ان انا اقعد اذاكر، بدل ما اضيع لي مثلا 3 ساعات او ساعتين ما اذاكرش فيهم. لما عرفت ان الكنيسة عاملة مبادرة فشجعت صحابي وشجعت نفسي ان انا انزل، وبعدين هم موفر لنا كل حاجة، يعني مكان مكيف والنور ومشروبات موجودة وكل حاجة موجودة متاحة لنا. من محافظة الإسكندرية رحنا لمحافظة الدقهلية اللي فتحت نواديها أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة. ده أقل شيء نقدر نقدمه لأبنائنا وبناتنا، وإحنا كنادي جزيرة الواد بنقدم لهم كل السبل، سواء كان نت أو راحة، إن هم يقضوا من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 11 مساء. نادي الحوار هو نادي من منشآت الدولة الرياضية، فالنادي إن شاء الله له دور فعال في القصة دي، إن إحنا بنحاول نوفر مكان مجهز لأولادنا وإخواتنا في طلب الثانوية العامة. اقترحنا كلنا كمجلس إدارة إن إحنا نفتح القاعات المكيفة تستقبل أولادنا لحد ما نعدي بيهم ان شاء الله البر الامان ونشوفهم في اعلى المناصب. في توافد من الطلبه، يعني كان فتره النهار العدد مش كبير قوي لان الكهرباء بدايه قطع عندنا بيبدا من الساعه 6 مساء، لكن يعني في اعداد معقوله وكويسه. بذاكر الصبح عادي، واجي برضو الوقت كده من الساعه 5 للساعه 8 دروس، والنور بيطلع من الساعه 5 للساعه 8. ما بنعرفش نذاكر وكمان كل حاجه اونلاين، فباجي هنا عشان النور بقى والنت وكده. اول مره اجي هنا يعني، ما بجيش كتير قوي يعني، بس جيت عشان هنا في تكييف. هو انا عشان بس ضغطة الامتحانات اليومين دول ببدا اذاكر من الصبح بدري، وبتيجي الفتره اللي هي من 6 ل 9 ولا 10 كده مثلا النور بيبدا يقطع، فباجي الفتره دي هنا الاستاد بقعد اذاكر. طلاب الثانويه العامه ابدوا سعاده بالغه بالمبادره اللي شهدناها في محافظات مختلفه، خاصة إنها بتتيح لهم الفرصة للمذاكرة والاطمئنان وتغيير الجو والاستفادة من ساعات قد تكون مهدرة، على أمل الحصول على أعلى الدرجات في امتحاناتهم. ونزلت كاميرا الحكاية لمتابعة عملية دخول الطلاب للجان ومتابعة ردود أفعالهم ما بعد الامتحان. سؤال النحو المقالي جه في تفكير شويه، كان في تركيه كده شويه، بس يتحل برضو الحمد لله. كان في حاجات صعبه جدا، كان في حاجات ما تتحلش اصلا. زي ايه مثلا؟ السؤال المقالي اللي في النحو ما كان صعب جدا، اصل اللجنه كلها كانت واقفه فيه برضه. هو كان تقيل في النحو، كان فيه افكار كتيره قوي محتاجه ربط بقى المنهج كله من اوله لاخره حرفيا، والوقت ما كانش سامح، اللي هو حتى اللي بدا بالنحو رجع اشتكى منه في الاخر، والنصوص كانت برضه فيها افكار لازم تبقى مظبوطه بالحرف، والاجابات كتيره قوي تنفع.
لا متوسط يعني، اللي مذاكر كويس يعدي منه، مش محتاج قدرات. الامتحان ما كانش سهل، هو ممكن كان فيه افكار كتير فيه سهله يعني، القوه كانت حلوه، النصوص كانت حلوه، النحو كان تقيل يعني، كان اسئلته صعبه والوقت كان قليل شويه. ما كانش حلو خالص، والنحو كان صعب جدا جدا جدا، وكان غير اللي فات يعني، اسئله الامتحان اللي فات، الامتحان بتاع اللي فات ده كان سهل، وكان النحو بتاعه سلس كده، لا المره دي وحش قوي. كان كل حاجه في اللجنه موتره، وحتى وهي بتلم الورق هي لمته 12 لدقيقتين، ما استنيتش حتى ان احنا الوقت يجي بالظبط، وان احنا يعني تلمه مننا في نفس الوقت. هي اصلا كانت عماله تقول يلا وكده. التفتيش بيقولوا بالعصايه الالكترونيه، بس مش بالعصايه الالكترونيه، هم ماسكنا بيقولوا عدوا وبيفتشوا بايديهم. بدا صعب شويه، الجو حر، الدنيا صعبه شويه، بس الحمد لله اللي جان بيقولوا ان هي كويسه، والحمد لله يا رب يكمل معاهم على الباقي على كده. الامتحان كان سهل، اللي بتقول في مستوى الطالب المتوسط، في تريكات كده لازم احنا عارفينها، لازم بتيجي صعبه في نحو وفي نصوص، بس الحمد لله الى حد ما ربنا يكمل معاهم في الباقي. اليوم ماشي تمام، ما فيش اي مشكله. موضوع التفتيش بتاعهم دوت، طبعا تفتيشهم اوفر قوي، ان هم يفتشوا البنات تفتيش يعني ما ينفعش البنات بالذات تتفتش التفتيش ده. امتحان اللغة العربية جه في مستوى الطالب المتوسط، وأجمع الطلاب إن أصعب الأسئلة كانت في النحو بس، واشتكى البعض منهم من عملية التفتيش الذاتي اللي اعتبروا إنها مبالغة، وسببت لهم بعض التوتر قبل دخول الامتحان. امتحانات الثانوية العامة شغلة المصريين، وانتظرنا لحين انتهاء الامتحان لمعرفة هل كانت المواد صعبة عليهم ولا لأ. هو الامتحان في متوسط يعني اسهل من بتاع السنه اللي فاتت بكتير، بس ورقه المفاهيم ساعدتنا كتير برضو في ان احنا نطلع الاجابات، وبرضو المقالي كان سهل قوي، كله برضو موجود في ورقه المفاهيم، هو كان فيش ورقه تريكات بس ربط المنهج كله. الحمد لله الامتحان متوسط، لو طالما انت طالب مذاكي وخلاص، المفاهيم مساعدك جدا. عند تاريخ الامتحان كان فيه معظم مرات المفاهيم واجابات تانية هي لو فكرت فيها تتجاب يعني، فيها تريكات صغيره. انا بس الامتحان كان يعني حسيت ان الوقت كان ضيق شويه، بس الحمد لله يعني قدرت ان انا اعدي يعني، الحمد لله الحمد لله سهل يعني. وكان ما بين يعني ولا صعب ولا سهل قوي، في حاجات بتيجي بفكر محتاجه تفكير، وانك تقرا السؤال مره واثنين وثلاثه. هو الامتحان كان حلو الحمد لله يعني، 80% من اسئله الامتحان حلو. بص، هو الامتحان الفيزياء الصراحه كان متوسط ومعظمه جاي مباشر الصراحه، والمقال كان كويس، بس المشكله هي الصراحه الوقت. امتحنت فيزياء، الامتحان كان الاختيارات صعبه جدا، والمقال برده كان صعب، بس الامتحان اتحل. امتحنت تاريخ، هو يعني ما كانش احسن حاجه، بس ان شاء الله بالتوفيق ربنا يوفقنا يا رب. لا الامتحان كان صعب قوي بصراحه يعني، صعب جدا، حتى الوقت يعني ما كفاش الاسئله. احنا بقى قاعدين مذاكرين السنه كلها، ويجي عيل يدفع 1000 جنيه ويخش الامتحان نمتحن، نطلع عندنا الامتحانات متسربه، وهم واخدين الامتحانات يخشوا بيها ويجيبوا درجات، ما رضيش ربنا برضو. بتأخر الطالب او الطالبه عشان تتفرج على حاجات التسريبات. تأخروا من دخول اللجنه؟ ايوه، لحد ما تشوف يعني الامتحان نزل او لا، وحصل كتير. بتلاقي الامتحان فعلا على السوشيال ميديا؟ حقيقي بنلاقيه، وبنلاقيه صح، وبنتاكد مع اولادنا لما بيطلعوا. بالنسبة للتاريخ، تعليقات الغالبية كانت إيجابية، والبعض كان حاسس بصعوبة بعض الأسئلة. وبالنسبة للفيزياء قدرنا نسجل مع 3 فقط، والباقي كان بيروح لبيته بسرعة، وكان نفسنا نسمع تعليق عدد أكبر. لكن من الطلاب والأهالي قابلنا اللي أبدى حزنه بسبب انتشار تسريبات لامتحان الفيزياء على جروبات التليجرام وفيسبوك، وهي ظاهرة بيطالبوا بالقضاء عليها.